بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. نحن انطلقنا من أن الشباب عماد الأمة، والشباب أمل الأمة، والشباب مستقبل الأمة، هم القوة الفاعلة في المجتمع. يحتاج إلى توجيه سديد أصيل ديني وطني. هذا التوجيه يقوم به العلماء الربانيون. فإذا تعاون العلماء الربانيون في التوجيه مع الشباب في التنفيذ، مع البيئة الآمنة والمطمئنة، تحقق نمو الوطن إن شاء الله وتقدم هذا الوطن. فلا بد من تعاون أطياف المجتمع على اختلاف اتجاهاتهم، ولا بد من أن نجتمع على الكتاب والسنة، لأنه ما إن تمسكتم بالكتاب والسنة لن تضلوا بعدي أبدا، والحمد لله رب العالمين. الإحسان قبل البيان، والأصول قبل الفروع، والمضامين للعناوين، والمبادئ للأشخاص. الناس يتعلمون بعيونهم لا بآذانهم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، وبارتاجيو الفيديو وديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.